السلام عليكم. شوف معنا طلب من المريضة بغات فيديو عن نقوم بواحد الفيديو ديال عملية زرعة على صار زرعة حلقة في القرية الفرضية. دونك كنا لها بحفر نفق باللازر هذا الجهاز. الآن أنا مصدد نحط الحلقة في النفق ديالها. دونك الهدف ديال هذه الحلقة هو نقصوا الاعوجاج القرنيه اللي كنتاكد عليه دائما. الحلقه الهدف منها تحسين البصر ولكن ما تيكونش البصر 100%. واش كيبان لك قرب مزيان؟ كيبان كيبان في الفيديو؟ فوالا الآن أنت مدخل الكيغاطو كون عندها هنا. دونك غادي نحطو هنا هاد السيفة. فوالا إيه هكذا كتكون العملية ديالي انتهت. دونك الكيغاطو كون عندها لتحت طومبورال انفيريور. عندي هاد المكان نشوف لا توبوغرافي هي هادي بالضبط. دونك كيما كتشوفو تقدر تصور لنا الكيغاطو كون جا لتحت. فهنا حطيت الحلقه ديالي فلاكس باش نحاول نرد هاد البلاصه هادي اللي هي بومبي ردها ان بوك ميكرا. العمليه الان انتهت. كنتمنى تسد الشفاء. الهدف ديال هاد الحلقات كما تنقول كنعاود هو ترميم القرنيه، هو تحسين البصر، هو نقص في الاعاقه. ما كتعودش العدسات اللاصقه الصلبه. العدسات اللاصقه الصلبه كتعطينا حده بصريه جيده جدا ولكن ولا سكليرال، ولكن الناس اللي ما تيقدروش عليها ولا كيرفضوها ولا ما كيتحملوهاش كنقوموا بهذه العمليات باش كننقصوا الاعاقه البصريه، باش ننقصوا من الاحتياج ديالهم لهذيك العدسه الصلبه. يقدروا مثلا يحتاجوها ولكن كتولي عندنا واحد الاستقلاليه نسبيه على العدسات في الاشغال اليوميه. مثلا في الرياضه، نمشيو للحمام، يكون مثلا جلسه عائليه ما محتاجينش واحد الحده بصريه جيده جدا. ولكن في بعض الحالات السكان بالليل، القرايه، ديك الساعات واخا الحلقات يمكن يكون عندهم واحد الديروجمون. دونك نكونوا واقعيين، عمليات كتحسن لنا الشوف ولكن ما كتعطيناش 100%، كتعطينا حده بصريه متوسطه الى جيده ولكن تقدر يبقى الانسان تيشوف الضوء الشتاء. فاحنا ما كنعالجوش نحيدوا القرنيه الافقيه وانما كننقصوا من العوجاجات ومن العيوب البصريه اللي كتجي منها. وشكرا.